نرجع احنا بقى في مصر واضح انه نفس الحاله بيننا وبين بريطانيا. نرجع تاني للانفلونزا، حقنه الانفلونزا الموسميه، ناخدها ولا ما ناخدهاش دلوقتي؟ دلوقتي اخدها بس ما يكونش عندي اعراض. يعني ما ينفعش يكون حاسس بدور برد داخلني، حراره موجوده، واروح واخد فاكسين. بس هل معادها ده كده متاخر؟ احنا في نوفمبر. يعني احنا السنه دي نزل في شهر 9، فكان وقت مهم قوي ان الناس تاخد في شهر 9 وشهر 10. كان هيعمل لنا وقايه من فيروسات تانية كتير. طب اللي ما خدش من في شهر 9 ممكن ياخدها دلوقتي؟ ممكن ياخدها دلوقتي بس زي ما بقول لك يكون كنش عنده اعراض. اعراض وكبار وصغار. وكبار وصغار. اصغر سن بنديه قد ايه؟ احنا في لو واحد هياخدها في الطفل اول مره بياخد الجرعتين بينهم شهر، نص جرعه، وبعد شهر ياخد النص الثاني. هل ده بيقلل المناعه عند الاطفال؟ يعني الدكتور محي كان بيتكلم على ان المناعه بتاعتنا حصل لها تعطيل طول وقت الكورونا. هل بقى لما ناخد فاكسين تاني او الانفلونزا الموسميه ده مش بيقلل المناعه عند الاطفال برضه؟ هو بيكون اجسام مضاده، فبيعمل وقايه عن فيروسات تانية، فبالتالي بيحسن مناعتنا، مش بيعطل جهاز المناعة. هو الكلام دكتور محي ان احنا ما عملنا سنتين قفلنا التوتال لوك داون اللي حصل ده، هو ده اللي خلى ان احنا ما بنتعرضش للفيروسات العادية. طب نرجع تاني للعلاج. جات الام عندها حرارة 44، اول ما حرارة ان شاء الله رب نص درجة ما تنزليش ابنك المدرسة طبعا، وما ناخدش انتي بايوتكس. نشتغل بايه طيب؟ زي ما بيقولوا مخفضات حراره، و يعني القطرات اللي الانف اللي هي زي محلول الملح دي مهمه جدا، مضادات الهستامين، فيزيومير، مضادات الهستامين، من الحاجات الكويسه جدا. اعالج الاعراض طبعا بعد الخمس ايام دول. المشكله برضو ان كتير قوي بيدخل لكحه مزمنه بقى، حساسيه بالذات الناس اللي عندها حساسيه. طب ده يعملوا ايه؟ هو الريسبيراتوري سينسيتي الفيروس هو من اكتر الفيروسات اللي بتصيب الاطفال بحساسيه صدر، وبالتالي هنا بقى علاج الحساسيه بالظبط، البخاخات بقى والحاجات دي. الامهات اللي مخوفه اولادها اقعدوا في البيت، ما انتوش نازلين مدرسه حتى لو ما عندهمش حراره. لا ما عندهمش اعراض ينزلوا، ما فيش اي اعراض ينزل، وخايفين عليهم يتعدوا لاي سبب من الاسباب. ما في الاخر هو يعني هم خمس ست ايام بس المهم ان يعني عارف حضرتك ازاي اخد بالي من الاعراض. الكبار ده ممكن يوصل للكبار طبعا، برضه بيسيبوا الكبار طبعا، وبرضه ما ناخدش انتي بايوتك. ما ناخدش انتي بايوتك طالما كرات الدم البيضاء قليله. غريبه قوي موضوع الانتي بايوتك ده يا دكتور، ليه ما ناخدش انتي بايوتك؟ علشان هو بيقلل لي مناعتي تاني. فانا الفيروس هيقوى عليا. بناخد زي ما الدكتور محي قال، امتى هاخد انتي بايوتيك؟ لو بعد ما الحراره اتحسنت رجعت تاني، فده بكتيريا الانفكشن. بوستر للكورونا ناخد رابع جرعه ولا بلاش؟ انا واخد اربعه شخصية. خلاص اربعه كفايه جدا، كفايه مش كده؟ واللي خد البوستر خلاص ياخد باله الحقيقة. بس ويحاول. انا بفكر نرجع للماسكات تاني في التجمعات اظن في الوقت الحالي.